أهلا بك يا فاطمة، وبنرحب بكل مشاهدين على شاشة التلفزيون المصري في هذه التغطية الحية لحظة بلحظة لكل الفاعليات والجلسات الخاصة بهذا المؤتمر الغاية في الأهمية، مؤتمر تغير المناخ COP27، هذه الدورة الاستثنائية الدورة 27 التي تنطلق من المدينة الخضراء مدينة السلام مدينة شرم الشيخ تحت شعار معا للتنفيذ، لكي تخرج كل القرارات بحلول جذرية للمشكلة التي تهدد العالم والأزمة التي تهدد البشرية بالكامل وكوكب الأرض، وهي التغيرات المناخية. نحن معكم لحظة بلحظة في هذه التغطية الحية دائما على شاشة التلفزيون المصري. صباح الخير يا يوسف وأهلا بيك، والتغطية دائما مستمرة على شاشة التلفزيون المصري. صباح الخير يا ريهام، صباح الخير يا فاطمة، صباح الخير على كل مشاهدينا. فعلا التغطية مستمرة دائما على شاشة التلفزيون المصري لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 من هنا من أرض السلام من شرم الشيخ، القمة 27 قمة التنفيذ. وكما أشرت فاطمة في مقدمة حديثك أن القمة، هذه القمة تعني قمة التنفيذ والوفاء بالتعهدات التي قطعتها الدول الصناعية الكبرى بتمويل الدول النامية المتضررة أكثر من الانبعاثات الحرارية، وأيضا الشق الآخر هو شق التخفيف من الانبعاثات الحرارية والوصول إلى صفر كربون. في سياق هذه الفعالية المهمة هنا اليوم، يوم إزالة الكربون، هي المرة الأولى على تاريخ القمم السابقة لقمم تغير المناخ أن يعقد يوم لإزالة الكربون. قبل يومين كان هناك يوم الطاقة وتم فيه إطلاق منصة طوعية لأسواق الكربون أطلقها السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتعني أسواق الكربون هي تعويض الدول التي تتخلى عن الوقود الأحفوري والكربون بمساعدات لتخليها عن هذه الممارسات الضارة بالبيئة. اليوم فاطمة سيشهد أيضا ربما لقاء مهما أو زيارة مهمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه هي الزيارة الثانية لمصر. الزيارة الأولى كانت في عام 2009 عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسيلتقي فيها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربما هذا هو اللقاء الثاني أيضا بعد أن التقى في قمة جدة، وسيشهد بعد ذلك كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن لقمة المناخ. في إطار هذه الزيارة المهمة الحقيقة يوسف، واللي بتأتي طبعا يعني من أجل هذا المؤتمر المهم، مؤتمر تغير المناخ، هذه الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي بتحمل في طياتها الكثير من الدلالات على مدى قوة العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل كبير للغاية، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وربما ذلك كان هو محور اللقاء الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابعنا جميعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. تم التطرق إلى كيفية تعزيز هذه العلاقات المتجذرة والتاريخية بين البلدين على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكان هناك تقدير من الجانب الأمريكي للدور المحوري الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية بالكامل، بالإضافة أيضا إلى دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز القيم والمبادئ النبيلة المتعلقة بالتسامح وقبول الآخر، بالإضافة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تقوم به مصر حاليا والتنمية الشاملة والتي تعتمد فيها على تحديث البنية الأساسية بكل ما يتعلق بشكلها الهيكلي. إذن هناك نهضة تنموية تشهدها مصر إلى جانب دورها الرائد في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كذلك أيضا هذه المباحثات التي جمعت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، أيضا تم التطرق فيها إلى موقف مصر الثابت من القضايا المتعلقة بالملف الليبي والملف اليمني وكذلك أيضا في سوريا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، وبالتأكيد تم التطرق أيضا إلى ملف سد النهضة والتأكيد على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد للحفاظ على الأمن المائي المصري.
بشكل خاص. إذن ملفات عديدة سوف يتم أيضا التباحث بشأنها إن شاء الله بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الزيارة المهمة، والتي تأتي أيضا في إطار هذه القمة الاستثنائية، قمة معا للتنفيذ في إطار مؤتمر COP27 لتغير المناخ في الدورة 27 هنا في أرض السلام المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ. من لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بولوسي، والتي نانسي بولوسي سوف تستمر لعدة أيام لإجراء عدد من الجلسات لمناقشة الجهود الأمريكية في إطار التغير المناخي، يعني هذا ما ورد إلينا من معلومات. ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي كلمة في حوالي الساعة 5 أو 5:15 أمام قمة المناخ، يتحدث فيها عن الجهود الأمريكية في إطار مواجهة التغير المناخي. بعدها سيغادر إلى المشاركة في قمة 20. الرئيس الأمريكي الذي صرح بأنه يمكنكم الآن الوثوق بنا، في إشارة إلى أن العالم عليه الآن الوثوق بالولايات المتحدة فيما يتعلق بالدور الأمريكي في مواجهة التغير المناخي، وربما كان من هناك إصدار قانون أمريكي اسمه الحد من التضخم، والذي يتضمن ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات في طريق مواجهة التغير المناخي. اليوم يوم إزالة الكربون في قمة التنفيذ COP27 من هنا من شرم الشيخ، سيشهد العديد من الجلسات فيما يتعلق بالجهود التي بذلت الفترة السنوات الماضية في السعي إلى التخفيف من الانبعاثات الحرارية وإزالة الكربون، وأيضا الخطط المطروحة مستقبلا في هذا الإطار، إطار إزالة الكربون، لأنه لابد من العمل على عدة محاور: محور إزالة الكربون من جانب، ومحور آخر وهو التمويل لمساعدة الدول النامية وغير القادرة على التكيف، وأيضا بجانب العديد من الجلسات التي تتضمن ضرورة الوعي المجتمعي في الممارسات البشرية مع كوكبنا. في هذا الإطار أيضا يوسف، ونحن نتحدث عن يوم إزالة الكربون، بالأمس وتابعنا أيضا الحديث عن سوق أفريقيا للكربون، وتم التأكيد على ضرورة دعم الاستثمارات للقارة الأفريقية بشكل كبير لكي تستطيع أن تصمد أمام التغيرات المناخية، وأن يتم معالجة كل الخسائر والأضرار التي لحقت بها جراء هذه التغيرات المناخية من خلال الإشارة إلى سوق أفريقيا للكربون. إذا هذه القمة بتهدف في الأساس إلى مواجهة كل ما يتعلق بالتغير المناخي، هذه القضية التي تعتبر من أخطر قضايا القرن، وسوف يتم التعرض لها من خلال التخفيف وكذلك أيضا التكيف. التكيف الذي يعتبر هو خط الدفاع الأول لمواجهة التحديات والتداعيات الخطيرة لتغير المناخ. وفي هذا الإطار تم الحديث عما يعرف بدعم أنظمة الرصد المبكر، والتي تحد من التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، وأنه لابد أن يكون هناك دعم للاستثمارات بشكل كبير للغاية في هذه الأنظمة، أنظمة الرصد المبكر، وبشكل خاص في بعض الدول التي تواجه الكثير من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الجفاف، مثل باكستان وبعض الدول الإفريقية وأيضا دول أمريكا اللاتينية. إذن جلسات كثيرة بتتعرض لكل ما يعني يجعلنا نصل إلى حلول تنفيذية على أرض الواقع، حلول جذرية تنفذ على أرض الواقع، وأيضا تعمل على تنفيذ كل التعهدات الخاصة بالدول الصناعية الكبرى المتسببة في هذه الانبعاثات الضارة، والتي تدفع فاتورتها للأسف الدول النامية والدول الفقيرة. وبالتالي من خلال الجلسات أيضا وبشكل خاص الجلسات المتعلقة بالتمويل، تم مخاطبة مختلف الأنظمة المالية العالمية أن يكون هناك عدالة في توزيع كل ما يتعلق بالتدفقات المالية، لكي يكون هناك عدالة مناخية للدول الأكثر تضررا من هذه التغيرات المناخية. إذن هي قمة التنفيذ، هي قمة تحويل المفاوضات والمباحثات التي وردت في القمم والمؤتمرات السابقة لتغير المناخ إلى حلول جذرية تخرج من هنا من مدينة السلام، لكي تضاف إلى رصيد مصر ودورها الريادي والمحوري في التصدي إلى قضية من أخطر القضايا، وهي قضية التغير المناخي.
إذن هو يوم إزالة الكربون، يوم زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والذي سيعرض في كلمته بعدما صرح بأنه سوف يتعامل مع الحزبين على قدر المساواة. اليوم سيتحدث عن إمكانية الحصول على أموال إضافية من الكونغرس لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة التغير المناخي. هذا كل ما لدينا الآن. فاطمة، أشكر زميلتي ريهام الديب، والشكر موصول إليك، وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو.